يقول أنا شاب محافظ على الصلوات ولله الحمد، ولكنني أعاني من ممارسة العادة السرية، فبماذا تنصحني؟ العادة السرية محرمة، قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. يجب على المسلم أن يحفظ فرجه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أباح الله الاستمتاع بالزوجة وأباح الاستمتاع بملك اليمين وهي المملوكة، يتسرى بها ملك يمينه. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة وغير ملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. والعادة السرية تدخل في هذا لأنها استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة وملك اليمين، أي حرام، كما نص على ذلك أهل العلم.